السلام عليكم متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة عالم إلاف الموندوزي إلاف. مرحبا بكم بيان بينيدوس. رمضان المبارك كريم. اليوم هنا عندنا في إسبانيا أول أيام الصيام، اليوم يوم السبت، اليوم أول أيام رمضان. مبروك عليكم رمضان كاملين. اليوم مرحبا بكم بعدا معايا في القناة. إذا كنتم ماشي مشاركين معايا في القناة ما تنساوش تشاركوا معايا ودعموني باللايك واشتراك وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد إن شاء الله يا ربي، هذا فضلا وليس أمرا. المهم قبل كل شيء ما نطولش عليكم، ندوز معكم الفيديو اليوم إن شاء الله اللي هيكون عبارة عن طريقة تحضير العسل المنزلي ناجح 100% بمقادير مضبوطة جدا، فقط بكيلو من السكر، لأن عادة بزاف الناس فقط كيعملوا جوج كيلو السكر، يعني قليل اللي كيعطي المقادير كيلو فقط من السكر. اليوم جيتكم أنا فقط بكيلو من السكر. شنو غنحتاجو كمقادير؟ أول حاجة كما كتلاحظوا معايا عندي هنا واحد الكيلو من السكر، عندي العواد القرفة، عندي شرائح الليمون طبعا، وعندي الماء. بالنسبة للماء الكيلو من السكر هنا عندي كما كتلاحظوا 600 مليلتر من الماء، يعني ما يعادل 3 الكؤوس من هذا الكأس، هذا الكأس ديال العنبة كيف كنقولوا، كأس الشاي العادي. هنا 600 مليلتر من الماء. عندي كذلك الطنجرات ضد الضغط او الساعة كيف كنقولوا كاملين. بالنسبة الماء صراحة قليل اللي كيعطي مقادير مضبوطة للماء، وانا عطيتكم مقادير مضبوطة بالنسبة للكيلو من السكر، يعني نحتاجو 600 مليلتر من الماء، يعني اكثر من نصف لتر بواحد شوية، بمية المليلتر زايدة طبعا. اول حاجة غنعملوها هاد السكر، هذا غنعملو في هاد الطنجرة، بسم الله على بركة الله. كيلو نفرغو كما كتلاحظو، نفرغو كامل في الطنجرة، وغنضيف عليه هاد الماء اللي عندي، نضيف عليه الماء كامل كما كتلاحظو. هاهي مبقات حتى حاجة هنايا سمحوا لي. وغنحرك هذاك السكر حتى كيذوب، غنبقى نحركو حتى كيذوب، حتى غيذوب مره عاد غنرجعوه على النار طبعا. المهم غنحركو غنستمر هيدا حتى كيذوب السكر كامل، غنخليه واحد قول واحد 5 دقائق ولا اكثر. المهم حتى كيذوب السكر غنخليه، ومن بعد عاد ندوس باش نعملو على النار، باش نبقاو معايا باش تشوفوا المده والطريقه الطهي ديال العسل بطريقه صحيحه وناجحه، والمده اللي كتاخذنا هذا الوقت، وكذلك الراس ديال البوطه اللي كنقولوا هنايا كيلعب حتى هو دور كبير كبير جدا. بقاو معايا حتى الاخر. من بعد ما درت السكر كامل بشكل كامل كما كتلاحظوا، رجع سائل كما كتلاحظوا، ايوا فقط بقاو شي حبيبات. دابا نضيف له القرفه وشرائح الليمون، وغنعملو نضيف له العواد القرفه اللي عندي وشرائح الليمون، وغنعملو على النار، غنشد عليه على النار. اول حاجه انا نشد عليه الطنجره، من بعد ما كتغلي الطنجره كنقصوا، غتكون عافيه طالعه حتى كتغلي، حتى كنسمعوا الطنجره ديالنا صفرات ياك. من بعد ما كتغلي بسم الله شدوا مزيان، نحكموا الاغلاق تاع الطنجره، وغنعملها على النار. انا عملت الطنجره ديالي على النار، وغنعمل الصفاره طبعا، من الصفاره ديالها، وغنخليها حتى كتصفر، عاد كنقص عليها البوطه ونخليها
طيب على نار مهيله مره صافي. ودابا غنخليها كطيب حتى كتصفر الطنجره ديالي. الصفيره الاولى غنقصلها على العافيه، خليها مده 45 دقيقه كامله، ومن بعد نتلاقى معكم. من بعد 45 دقيقه كامله على النار هادئه، دابا عفوا نزلت الطنجره ديالي من على النار وفتحتها نشوف العسل كيف اصبح اللون ديالو. كما كتلاحظوا نقرب معكم الكاميرا، كما كتلاحظوا معايا العسل اصبح على هذا الشكل هذا، خدا اللون ديالو كما كتلاحظوا. دابا باقي خصو يبرد، وحتى هذاك باش تعرفوا العسل ديالنا وجد وطر، يعني هذاك الليمون كما كتلاحظوا معايا الليمون تغير اللون ديالو للبني كما شفتوا، ها هو تغير اللون ديالو للون البني، وهذا كيأكد على ان العسل ديالنا اصبح جاهز يعني واجد. فقط غنعطيوه الوقت الكافي باش يبرد وصافي نستعملوه. دابا غنزول منه هذاك هذاك الليمون، شرائح الليمون وهذاك العود القرفه غنزولو ونقيهم منه ونخليه كيبرد. دابا كيبان خفيف ولكن من بعد ما كيبرد غياخد غيختصر شويه وغياخد القوام ديالو العسل الشكل ديالو النهائي. نتلاقى معكم في الشكل النهائي ديال العسل بعد ما يبرد. اوكي بقاو معايا. صافي من بعد ما بردت العسل ديالي غنخويها كما تلاحظوا معايا، هي باقي ما بردتش بشكل كافي، باقيه تبرد مزيان وكيبقى هذا هو اللون. صراحه خدات اللون مزيون بزاف، اللون الذهبي المطلوب، وكتخرجنا كميه كثيره بالنسبه كما كتلاحظوا معايا. والرائحه جات فيها رائحه ديال القهوه، عفوا قلت القهوه، جات فيها رائحه رائعه القرفة كما كتلاحظوا. هذا هو العسل ديالي اللي جا رائع جدا بصراحه. هاد المقادير هذه اللي عطيتكم هي مقادير مضبوطه جدا، لانني عطات لي واحد الصديقه، واحد الاخت عطات لي عندها محل ديال المعسلات الرمضانيه وكتحضر العسل الراس، عطاتني السر النجاح هاد العسل هذه والطريقه الصحيحه والمقادير المضبوطه الصراحه. وانا سبق لي كنت كنعمل العسل ما كانتش كتنجح بعض المرات معايا، وصراحه حين استعملت الطريقه هذه اللي عطاتني الصديقه الاخت ديالي صراحه صدقت معايا، طريقه ناجحه 100% للعسل ومقاديرها مضبوطه جدا جدا جدا. هذه هي العسل اللي غنستعمل، انا غنستعمل بها نعدل بها البريوات وان شاء الله نعدل بها المعسلات الرمضانيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم والطريقه ديالي في تحضير العسل تعجبكم، واذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايكات من لايكات من لايكات. ورمضان مبارك كريم. الى هنا كنقول لكم بقاو على خير، الى فيديو لاحق ان شاء الله يا ربي.